الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. اعتراف نص القرآن إنه نفس الإله. هيدي سورة العنكبوت أي ليس كبيرة. هلا حقبة المدنية لخبركم بس شوي يعني. نحن هون شفنا بآخر هيدي بلشت تشتي عنا هي هاي الوحيدة بآخر الحقبة المكية اللي بتبين إنه في علاقة مباشرة. بتبلش العلاقة مباشرة مع أهل الكتاب وخاصة اليهود بالمدينة. وبيوصل وقت بيوصل يعني المسلمين إلى المدينة في إحساس بالشعور يعني بالأخوة ونحن بيكون أمة واحدة ومنعمل بنفس الشيء. أول اللي بنسميها صحيفة المدينة سامعين فيها. صحيفة المدينة يعني هي من السنة الأولى من الهجرة يعني تقريبا يعني ماكسيموم بعد سنة من الهجرة إلى المدينة. الصحيفة صحيفة المدينة هي يعني نص من النبي يلي كان عم ينظم العلاقات الاجتماعية وال إذا بدكم يعني القيم والقوانين بالمدينة. بصحيفة المدينة بيبين إنه المؤمنين يعني المسلمين واليهود معتبرين أمة واحدة. بعدنا بهالإسبريم ولكن الآيات بلشت تفرجينا انه انصدموا اول المسلمين لانه معتبرين انه حد يكون كل بني واحد بنعمل بنفس الاشياء يمكن وبنجمعهم مع بعض ونكون كلنا لانه عنا هالاشياء بدنا نكون واحد. انصدموا بالرفض من الاخرين اولا نكون كلنا واحد. وثاني شغله بلشت تصير الاحزازيات وبلشت تصير فيه فعليا يعني مشاكل او حتى يعني لعبه وسخه من هون بنقال انه ما تأمنوا له لانه صار في صار في بعض ال يعني قبيله بنو نذير من قبائل اليهود يلي هي عملت تعاهد معاهده مع اهل مكه بتعرفوا بلش الحروب كانت ف عم يحاربوهم من الداخل من دون ما يقولوا له عم يجربوا من جوا يحاربوهم وعم بيحضروا هدول يجوا يهجموا عليهم. فهون بلشت العلاقات فعلا بتبلش تنتزع. فبنشوف اول اشياء اللي هي اذا بدكم الصراع انه مين بيدخل الجنه اللي بتجاوب عليه الايه اللي شفناها بسوره النساء انه ليس الامانيين ولا ما حدا يدخل على الجنة حسب الكتاب. فهني قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. رجعنا على الإسلام بالمعنى الواحد يعني بعده النص القرآني إحنا بنحكي بمجادلة يعني بين النص القرآني وأهل الكتاب إنه خلينا نكون كلنا مؤمنين أو مسلمين لنفس الله. ولكن ما رح ينجح. هل هون بتجي تعالوا إلى كلمة سواء يعني جاية بالحوار بس بعدنا بفترة بس بيخلوا العدو فعليا يعني وقت اللي عم بيقلهم أنه طبعا نبدأ كلنا بإيمان موحد يعني كما يفهم الموقف الباقي طبعا نبدأ كلنا بإيمان موحد بنفس الإله ونفس الأنبياء كله. إنه أنتوا زيادة إنه محمد نبي وأنتوا يا يهود إنه المسيح هو مسيح لأنه عليهم أن المسيح كمسيح وإنه محمد وأنتوا يا مسيحية تنزلوا عن الثالوث معناتها أخذنا عنده الثالوث نفس الوقت أكيد يفهم الرفض يعني بالمعين
يعني اللي آمن بالمسيح كمسيح من اليهودية أو صار مسيحية. هذا قبل يعني التطور. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ففعليا شو صار هون؟ صار في عدم شقاق، لكن كنا من حلم أمة واحدة. هيدا بس هيدا سيدنا محمد كان عم يحلم هيك؟ لا المؤمنين يعني نقدر نستشف مسألة
يقولون يعني الشعائر الإسلامية كيف
الصلاة، كيف الصيام، هون بلش تطلع ساعد يعني الشعائر، تطلع هوية الإسلامية مع الشعائر، كانوا بوقتها عم يعني ينوحوا. وآخر شيء من بعد الحروب والشيء، يعني بعد الحروب وصلت إلى شقاء، ومن بعدها بنشوف هون دعوة لشيء جديد، لشيء إذا بدكم الأول بس مش مثل الأول. الأول كان بده الوحدة من دون أي اختلافات. نحن هون الفترة الثالثة عم بتقول إنه خلينا نتقبل التعدد بوحدة. يعني نحن في وحدة، في شيء جنرال بس دون في اختلاف. يعني البشر كلنا بالأصل من يعني من أصل واحد، كلنا بني آدم، في عنا أصل بشري واحد، الله كرم الإنسان كرم بني آدم، لكن نفس الوقت هو عليه الاختلاف. فنتقبل الاختلاف دون الوحدة طبعاً. فهذا السياق، هذا كيف بنشوف إنه مصر كل زمان ما كان عم يخدنا مع الليمتس البشرية تبعيتنا، نحن كيف نتعامل مع الأمور لنصل للأحسن. هذا بقول لكم دينه ومالية دينه مثلا. لكم دينه ومالية دينه الأول بالأول كانت مع المشركين. هي بالأول أول فكرة بس حنوصل لشيء بشبهها. يعني بالحقبة الثالثة حنرجع بسورة الحج، من سورة الحج وجد بنبلش نشوف رجعنا لأن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ونزاد عليهم والمجوس والذين أشركوا إن عم يذكر الآية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. هلا حسب المفسرين بين مين بيفصل بين مين ومين؟ في ناس قالوا حيفصل بين المسلمين من جهة وكل الباقيين من جهة ثانية، في ناس قالوا حيفصل بين المؤمنين يعني الذين آمنوا الذين هادوا والصابئين والنصارى من جهة والمجوس والمشركين من جهة ثانية. في ناس قالوا لحديت المجوس كلهم من جهة، في ناس حتى من يعني الكتاب المسلمين القدامى جربوا يقولوا أن المجوس بيشبهوا أهل الكتاب، يعني من أقربهم لا مثل أهل الكتاب. الزرادشتيين اعتبروهم قانونيا مثل أهل الكتاب بس ما سمحوا الزواج من النساء، يعني قربوهم لأهل الكتاب بس ما سمحوا، لأنه أكيد تفسير هذا يفسر انه يقسمهم اسمين او كل واحد يعني زي اللي لما بمحكمه بيفصل بي يعني بيحاكم بينهم عرفت ايه اه ده صحيح ولا غلط كل واحد منهم حبيبي. برجع بنفس الايه دغري من بعدها يعني بعد كمان نفس الصوره ولكل امه جعلنا منسكا، يعني عم يرجع يعمل التعبيريه ذكرنا اياها عم نرجع نذكر مبدا التعدديه النص القراني لكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه انعام فالهكم اله واحد رجعنا هيدا. هلا موسى كمان المصالحه مع اهل مكه، يعني هون على صعيدين عنا مع اهل مكه لان هيك والحرب وأهل الكتاب يعني خاصة اليهود. هون بيصير بيرجع بنذكر كل مثال إبراهيم مع أهله المغفرة لأهله، وهون عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وهون اللي بتجي إنما ينهاكم يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نرجع يفتح المجال يرجع يعيدوا العلاقات مش مع اللي قاتلوا بالدين بس مع كل الباقيين حتى اللي كانوا معهم. اوكي هون ما بعرف اذا يعني تقريبا باخر كتاب الوحي في عنا فتح مكان بعد ما انفصلوا يعود النبي الى مكه، وكان من الصغير انا وقت رح يفوت على مكه رح يقتل
انزل كل هالكتب طبعا وقت يصير في اختلاف بالقران مهيمن بس كل الكتب من الله هو اللي جعلكم يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هو اللي ما جعلكم أمة واحدة واستبقوا الخير تعملوا الخير و يعني عملوا بما كنتم تختلفون وهون آخر شغلة يعني أقرأ آية لآخر آية أنزلت بالقرآن آخر آية أنزلت بالقرآن هي الآية التالية وأعطيت لكم هي الآية الثالثة من سورة المائدة نحن هون الآية الخامسة من سورة المائدة بتقول اليوم أفن في آية ألف ناقصة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم عم نقول بالأول عم نقبل إذا بدكم الوحدة في الاختلاف أو الاختلاف في الحالتين أنه نحن هون لأنه بالآخر عند الله كلنا رجعين لعنده ففي بحثة مسار بالآخر وهون بعلاقاتنا الاجتماعية في وحدة مع الاختلاف بمعنى أنه أظن إحنا مختلفين بس بحل لكم طعام أهل الكتاب يعني بيكون عندكم علاقات اجتماعية ودية قريبة فتلوا أنتوا وياهم أوكي والمحصنات هجونا يعني فحل لكم حلوا يعني وطعامكم حلوا لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني هم كمان صلح الزواج مع بيناتهم الزواج هلا هون هذه الآية هاي الآية تقول إنه زواجنا النساء بس لا عفوا بس هيدا لأنه الموضوع اليوم لأنه ما في آية تانية بتقول ممنوع للمؤمنات إنه يتزوجوا من أهل الكتاب. في آية تانية بتقول ممنوع للمؤمنين يتزوجوا من المشركين. وممنوع للمؤمنات يتزوجوا مشركين. شو عملوا الأستاذة أرفان؟ أنت قلت مشركين ما خصهم. كان خصهم. بس فقهاء شو عملوا؟ مع إنه ما لو جيت قصة أبدا الفقهاء ما بدهم يخلوا النساء المسلمات يتزوجوا مسيحي أو يهودي. قالوا إنه هون المشركين بهاي الآية معناتها مسيحيين كمان طب أملا ساعتها بتنسخ هاي ساعتها المسلم كمان ما في يتجوز مشركات إذا مشركات تعني هذولي لا ظابطة للمسلم هي مفهومة فاليوم فاليوم كتير بيعملوا عم يحكوا بهذا حتى الترابي تبع السودان كذب عن الموضوع كثير عم يرجعوا يحكوا عن الموضوع ما في نص بالإسلام يمنع المسلمة من الزواج ما في نص يحل هذا ولكن ما في نص يمنع ما في نص يمنع أنا ما بعرف معي جديدة بسمعها هلا هو ما في الأزهر هلا جديد منفتح هذا الاسم نيلو فينا نعمل سيشن عن كل الاشياء الكونتروفيرشل يعني هيك التوبكس الكونتروفيرشل مثل مثلا نعمل فينا نعمل هيك شيء يعني مثلا الحجاب الخمر كذا هدول نحكي عنهم شوي هدول هيك بس ذا توبك ايفري بودي از اسكينج اباوت ذا كونتروفيرشل ايشوز بعدين فايلنس الاسلام فايلنس الشرب بالزواج الطلاق وال قبول التعددية يعني قبول في تعدد وفي آخرين وأنه
لمفهوم التعددية بقبول إنه الأشياء المشتركة يعني الموجودة والحقائق اللي بشوفها بالأديان الأخرى بدل بقول طبعا حقانية الديانة في بده يشوف الدين زي ما هو يقدر هو أصعب على أنا أعطيها إذا بدك تيجي على واحد من المسيح اللي ياكل في الدين الإسلامي هو كثير صعب عليه لأنه ما نزل المسيح معه إجا بعض منه الفريقية يعترف فيه شو بيعترف؟ يعترف فيه كواقع يعترف بالدين الإسلامية كواقع بيعترف بالمسلمين كمؤمنين عندهم خط إيماني هيك يا ريت تجيبي زميلك هذا ليفرجينا النصوص طبعا هلا زميلي هون رايح أبعد لأنه هون هو بيقول إنه ممكن للمسيحي أن يعترف يقول إنه محمد نبي وممكن للمسيحي إنه يقول وين النصوص عندهم هيك شيء؟ من خلال يعني من خلال التفسير إيه من خلال إنه بس بمعنى لأنه بالنسبة للمسيحي المسيح هو يعني ملء المعنى إنه هو جاي ملء المعنى كامل المعنى فإذا الواحد ما نظر للأشياء بنظرة كرونولوجية ولكن نظر إنه بوقت المسيح جاي كل المعنى ولكن ما قبله وما بعده هم أنبياء حاملين رسالة لله ولكن المسيح ملء المعنى فهذا هو جاي كانت نظرته أنا برأيي ما مطلوب بالأدلة بالبعيد بس هو قال يعني هذا الشيء لما مطلوب يعني ليش انه نحن دائما انه اعترفوا فينا طالما في اعتراف توقع ليه اعتراف فينا مش بنبينا او بالثابنا ما هو اساسا لا تعترفي انت بوجود الدين بده يكون عندي النصوص عندي هو انت قبلاني فيه نحن سهل عندنا موجودين وفي كثير نصوص في شيء اجريسيف في شيء تولرنس اكثر اوسع اكبر بالنتيجه نحن عم نحكي عنهم بكذا مره بس هو ولا مره حكينا عنهم كلهم نحكي عنهم شهيد شو رجع محمد يعني هو كان خاتم النبيين وكان عم يدعي كل العالم لانه هو يلي اجى قبل منهم هو كان لازم يكون وعاء الاخير يعني أنا اللي دائماً بقوله إنه المسلمين يعرفوا قد المسيحيين اشتغلوا ليوصلوا للعبود عن الآخر يعترف بالإسلام قديش اشتغلوا المطلوب من اللي طلب منه يوازي إذا طلب من الدين الإسلامي الاعتراف بالدين البهائي يعني بس مش يعني أنت عم تشوف الناس هي اللي كانت مع الناس هي شوية تقدر تساعدهم بس إذا في تعارض مع الناس المسيحية اللي كتير شوية يعني يا ما إحنا يا ما إحنا شو خدمة؟ إنتوا ما تشوفون بس هي تشوفون ليش لأنه لا قلت لكم إياه أنا قبل بعمل على الفول قديم الحقيقة ثابت يا معي يا معك ودائما أنا بذكر شغلة سمعت الأوف بيرسونال يعني أنت شعورك إنه بتتقبلي بس أنا ما بتقبلهم إيه ما في تربية في لا أنا بتقبلهم أصلا مؤمنين وكل شيء عم بتقبلهم الجبل واحد عايش فيه بس إذا دخلت فوق راسه إنه أنت بسمع الحياة أو الدنيا في مسيحيين ما بيعرفوا إذا ما بيسمعوا يعني كانوا لا تبغى يسيبوا منزلوا جماعة من فوق كانوا يقولون ما يقدم شو هاي ترى ما يعرفوا شو